إلى السودان، حيث اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في الخرطوم وسط احتجاجات تدعو لحماية الانتقال الديمقراطي في البلاد. أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين وصلوا إلى جنوب شارع القصر الرئاسي. قد أغلقت السلطات عددا من الطرقات والجسور في الخرطوم. تستمر الاحتجاجات المطالبة لحماية المسار الديمقراطي رغم المحاولات لاحتواء الأزمة بين الأطراف السودانية وإعلان الأمم المتحدة إطلاق مبادرة للحوار الوطني. تنضم إلينا من الخرطوم مراسلتنا رشا الرشيد. رشا، كيف يبدو الوضع؟ ما زال حتى الآن نرى من خلفك هذه السحب الكثيفة من الغاز المسيل للدموع، ما زالت إذن المشادات والتبادل في الاشتباكات مستمرا؟ الاشتباكات مصرة يوسف أو مستمرة قرابة الثلاث ساعات حتى الآن كما نراه. هناك تقدم للقوات الأمنية في إرجاع للمتظاهرين للخلف. كانت الاشتباكات منذ الواحدة ظهرا ووصول المتظاهرين من جنوب الخرطوم إلى الجهة الجنوبية من القصر الرئاسي أو شارع القصر الرئاسي. هنا تقدم كما يظهر للقوات الأمنية في محاولة لإرجاع بصورة أكبر. عادة ما يكون على نهاية اليوم هناك يعني تعزيزات وقوات أمنية ترجع المتظاهرين بصورة أكبر. يعني بعد ساعة من الآن نتوقع أن يكون هذا الاشتباك قد انتهى بين الطرفين. بعد يعني اشتباكات تستمر عادة ما بين 4 إلى 5 ساعات في المواكب عموما. هناك مواكب أم درمان التي انطلقت من أم درمان إلى عبر جسر الرابط بين أم درمان وبحري، وصلت وانضمت إلى مواكب بحري. هناك أيضا بعض الاشتباكات والكر والفرب بين المتظاهرين في بحري وأيضا القوات الأمنية. هذه التظاهرات التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين وأيضا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالمطالبة للمدنية حكما وسلطة، وأيضا رفض للشراكة والمساهمة وأيضا شرعية المكون العسكري في الفترة الانتقالية. أيضا هناك بعض التحركات على المستوى الدولي وبعض أيضا المتابعات والوساطات التي تقوم بها الأمم المتحدة وأيضا دولة جنوب السودان في محاولة لتقريب وجهات النظر ووضع الجميع في دائرة يعني مستديرة في محاولة لأن يكون هناك حوار ما بين الأحزاب، القوى السياسية وأيضا المكون العسكري وأيضا الشارع الذي يمثله أو تمثله لجان المقاومة. هي محاولات من قبل الجانب السياسي وأيضا المجتمع الدولي. وهناك أيضا هذا الحراك الميداني المتسارع، أصبح لدينا في الأسبوع الواحد 3 من المواكب أو التظاهرات تخرج في الشارع كما ذكرت للمطالبة بالمدنية. شكرا جزيلا لمراسلتنا في الخرطوم رشا الرشيد.